مرحبا اصدقائي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح اقول لكم ملاحظه للاسعاف قد تكون منقذه للحياه. بدايه الاي سي جي بعرف هو من اغلظ الاشياء اللي ممكن تعملها بالاسعاف. الجهاز منيح عن الاجهزه القديمه، الطابات قد تكون مفقوده، اكيد مفقوده، والجل والاشرطه مشربكه معلش. هلا لما يجيك مريض مع الم صدري اكيد راح تخطط، وبدات لما يكون كبير بالعمر. هلا هون الاعمار الصغيره لما يجيك بالم صدري تخطط ولا لا؟ خطط. بألم شرسوفي حتى لو كان صغير أخطط ولا لا؟ خطط قبل كل شيء. بعرفه قد تكون هاي المهمة مزعجة والجهاز يكون زميلك عم يشتغل فيه، خطط على الأقل حتى تحمي حالك، حتى لو عارف أن الموضوع ما نو قلبي خطط حتى تحمي حالك. لأنه لك أنا عملت خطوة وبالفعل ما في شيء، أوكي صار ما صار ريح رأسك. هاي أول فكرة. المرضى الكبار بالعمر اللي شكيته غثيان وقيلة، اللي شكيته ألم بطني ما نو محدد، اللي شكايته دوار، اللي شكايته مثلا عدم توازن ولا كانت دخت، خطط. راح تقلي انه شو شو علاقة نقص التروية بالدوخة؟ مو ضروري نقص التروية الا نظميات. راح تقلي انا حطيت ايدي على النبض، انت قديش طالك خبرة بالمشفى؟ سنين؟ قديش ممكن تحصل النبض؟ ممكن يجيك دول الحصارة التام مثلا، فالمرض حسب بدوخة انت فيك كم مرة جسيت النبض لمرض حصار تام؟ صح ولا لا؟ فانت هون ريح راسك. كل شيء ما بكبر من عمر، شكايات دوار، اغماء، غثيان، اقياء، الم بطني حتى لو مو شرسوفي، الم صدري مهما كان، زله تنفسيه فقط، خطط وريح راسك عن جد. اوكي مهما كان الم حتى لو قريب على الكتف على الظهر، خطط وريح راسك. ماشي؟ طيب هاي اول شيء خلصنا منه. الاعمار الصغيره خطط مهما كان، حتى لما يجيك مريض انه ولا بتعرف انه هذا متمارض، عملك انه فيني هزه بالقلب ومبين ما هو قلبي، خطط حتى يكون انت يعني اقناعا، انت تكون اكثر مقنع. لانك يعني تخطط ما في شيء فيك تطمن وتروح. اوكي طيب هلا يجيك مريض الم صدري وعملت التخطيط وشفت ST segment elevation، هذا على فكره احتشاء سفلي وهي هي المسار السفليه. اوكي هذا مبين ST segment elevation ام اي، احتشاء مع ارتفاع خط ST، اما بي سي اي اللي هو ما عندنا او حاله خطر وخلصنا. ممكن يجيك مرضى احتشاء من دون ارتفاع خطر ST، فانت هون راح تراقب. بعرف انت هون بمستشفيات ممكن تكون عم تدرس بمستشفيات مو جامعيه، مستشفى الصحه مثلا، ممكن يترك المقيم لحاله بالاسعاف. فانت هون انت اي مريض الم صدري لا تصرفه خليه عندك، اي مريض الم صدري لا تصرفه خليه عندك على الاقل 6 ساعات. اوكي انت هون عم تريح راسك وتريح ضميرك وتريح كل شيء. التخطيط اول ما شفت شيء ما عرفت شيء ما في حدا فوقك تستشيره، بعد ساعه عند التخطيط. اوكي طيب الملاحظه الاخرى، فنحن هون عرفنا ايمتى انا عم بتخطيط. الملاحظه الاخرى، شفت على التخطيط في تغيرات وانت ما بتعرف شو هي، دوما اسعى على التخطيط القديم دوما. راح لك مانو معي قول له خليه يصوروا على الواتس، احكيك بقوه لما تحصره بزاويه قول له خليه يصوروا على الواتس راح يجيبوا لك اياه. اوكي لاحظ انت عندك عنا هون بالممارسه العمليه مرضى صوت الصدر، لما تشوف شيء على صوت الصدر دوما اطلب الصور القديمه، لما تشوف شيء على التخطيط دوما اطلب التخطيط القديم. هاي ملاحظه اخرى. طيب اجاك مرض بألم صدري وعملت التخطيط طول عليك هاد، والتخطيط السابق ما في شيء، هذا التخطيط يسموه LBB، حصار غصن ايسر. حصار غصن ايسر مع ألم صدري، حصار غصن ايسر جديد يعني ما كان موجود سابقا، مع ألم صدري يعامل معاملة احتشاء القطعة بارتفاع ستي، هامة جدا جدا جدا. مريض سابقا تخطيطه ما في شيء، اجاك بألم صدري وعملت التخطيط وطلع LBB، يعامل معاملة احتشاء بارتفاع قطعة أستي، يعني ممكن تعمله PCI، ممكن تعطي حالة خثرة. أوكي يعامل معاملة احتشاء مع ارتفاع قطعة أستي، هذا هام جدا. هاي الملاحظة اللي بدي أعطيك إياها اليوم، بس طبعا في سر ملاحظة هامة جدا. أوكي طبعا عرفنا أين بتخطط، شو على شو نطلع، إذا كان في LBB شو نعمل. راح تقول لي LBB شو هو؟ كان LBB هو مجموعة معايير، وإنه مركب QRS يكون عريض، وراح نشرح إن شاء الله ليش عم يطلع التخطيط شي مرة. مركب كيو ار اس عريض، اس بالفي 1 هي الدومينت، ار بالفي 1 بالفي 6 او المسار الجانبية عريضة بسموها مونومورفيك بالمسار الجانبية، عم احكي بسرعة. المسار الجانبي هي 1 و اي في ال و5 و6. شو بشوف فيها؟ ار برود عريضة
بهي المساري ومونوفيزك بالفي واحد راح اشوف الاس عميقه ومسيطره تمام. فعندك شوف هاي المعايير غياب كيو في المساري الجانبيه يعني فورا قصده انه بي كيو يعني الكيو ما انا موجوده فورا هيك عم نبلش تمام كيو ما انا موجوده في المساري الجانبيه. طيب احنا هون عرفنا تمام هذا تخطيط الليبي تشيك تشيك الملاحظات. الملاحظه الاخرى في شيء اسمه ديسكوردنس هاي هامه جدا جدا لما تقرب القلبيه ما بيذكر لك اياها احيانا. شوف شو قصدي لاحظ هون الاس مو سلبيه كيو ار سلبيه قطعه اس تي مرتفعه لاحظ كيو ار سلبيه قطعه اس تي مرتفعه صح ولا لا؟ هذا ناحيه. شوف هون كيو ار اس ايجابيه اس تي شو بيصير فيها سلبيه هذا بسموه discordance يعني اختلاف discordance انه بتشوف لاحظ ال QRS سلبي ST مرتفعة لاحظ في ارتفاع بي ST ولما تشوف طالب احيانا تشوف طالب لما يتجمع هيك تخطيطه بقول لك فضل شوف ارتفاع ST ارتفاع ST يكون احتشاء لا مو احتشاء هذا من موجودات ال LBB من موجودات ال LBB اوكي ال discordance لما يكون ال QRS إيجابي ST سلبي لاحظ QRS إيجابي الST سلبي هاي ديسكوردنس. هذا عم بحكي LBB العادي إجاني مريض مع ألم صدري وأول مرة بشوف هذا LBB هذا مريض يعمل معاملة احتشاء مع ارتفاع قطعة ST. طبعا في كتب تذكر لك إنه والله بال LBB بتشوف على ال V1 علامة مثل W و M بال V6 أوكي شوف هذا RBB هاي بيسموه الرابت إير انه انه هذا المركب بالفي 1 بالفي 6 اس عميقه وعريضه اس عريضه عفوا هون راح اعطيك ملاحظه كثير عمليه وكثير اسرع انه هي الاذن الارنب او مركب كيو ار اس الايجابي هون ومركب كيو ار اس الايجابي هون مركب كيو ار اس الايجابي بال ال بي دي وين عم شوفه عم شوفه بالفي 6 5 6 صح بالار بي بي وين عم شوف المركب الايجابي بالفي 1 بي 2 صح ولا لا هذا العريض البارز هون بالار بي بي عم شوفه بالفي 1 بي 2 بالال بي بي عم شوفه بالفي 5 بي 6 اذا بتذكر تخطيط القلب انت عم تحط المساري هدول تشق 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 الجل الفي 1 عم تحطه على اليمين الفي 5 بي 6 عم تحطه على اليسار فاذا انا عم شوف المركب بالفي 1 هذا ار بي بي اذا عم شوفه بالفي 5 في 6 هذا ال بي بي هاي باختصار وعلى مستوى طالب كليه وامورك تمام وحتى على مستوى الاسعاف في البدايات اتفقنا. طيب هلا السؤال اللي هون اللي ممكن يراودك مريض لسبب ما ارتفاع التوتر يعني كذا صار عنده ال بي بي صح وجاك بورقه تخريج عنده ال بي بي يجاك بألم صدر جديد طب كيف اعرف انه عنده احتشاء ولا لا صح شو لازم اطلع هون في معايير اسمهم زغاربوسا زغاربوسا هو اسم طبيبة قلب اوكي انثى نصيحه بنتي فكره انه عم تفكري انه دوما اي او اي حدا عم يحاول يشتغل بيقول انا بدي اصير اشطر طبيب احسن طبيب هذا هدف خاطئ او انا بدي اصير احسن حتى من الاطباء الذكور هذا مو هدف انا بدك تكون الاكثر فائده الاكثر انه تتغلب على نفسك انت اني بدي اكون ماهر هلا يعني بدي اكون ماهر احسن من الماهر اللي قبل انا شخصيا هيك بدك تفكر تكون مرتاح المشاحنه والمنافسه هي اسوء شيء بالنظام التعليمي حقيقه. طيب اسكاربوسا شو هي تذكر لما قلت لك الديسكوردنس يعني لما يكون كيو ار اس ايجابي اس تي وتي شو بيصير شو لازم يكونوا بالال بي سلبيات فاذا لقيتهم مرتفعين ولو ملي واحد رأى اعتبر انه في احتشاء راح اعتبر في نقص تروي وهي تاخذ 5 نقاط وهي هامه جدا هذا الشيء ال بي بي طبيعي كيو ار اس والديسكوردنس اس تي والتي سلبيات فاذا كان مرتفع ولو ملي واحد راح اعتبره ايجابي وراح اعتبره ياخذ 5 نقاط وراح اعتبره هو نقص تروي تمام. طيب الحاله الاخرى نحن مو اتفقنا انه لما تكون الكيو ار اس سلبيه التي اس تي راح تكون مرتفعه هذا الارتفاع بشكل اساسي مرتفعه بس ايمت لحقول انه هذا الارتفاع معتبر
لم يكون أكثر من 5 ملي، لم يكون أكثر من 5 ملي، تمام؟ تكون مرتفعة بشكل أشد. لاحظ هون في ارتفاع، بس لما تكون مرتفعة بشكل أشد لسه أكثر. هون إذا أنت مقيم وشاطر ومهتم في معلومة لك، حديثا يقال إنه هاي النسبة ما عاد نعتبر 5 ملي، 5 مربعات، عم نقسم هذا الرقم على هذا الرقم. فإذا كان أكثر من 0.25 وأكثر فهو نوعي أكثر لنقص التروية، لأنه في أحيانا ارتفاع التوتر، ضخامات القلبية، هاي المسافة ممكن تكون مرتفعة بشكل طبيعي أكثر. فلما بقسم هاي على هاي طلعت أكثر من هذا الرقم 0.25، معناته أنه في هاي نوعي أكثر لنقص التروية. معيار سكاربوسا الثالث هو لما يكون نحن بشكل أساسي شوف الزحول في هاي القطعة ملي واحد بهي الفيات راح أعتبره إيجابي. يعني هذا بشكل طبيعي، لاحظ هون المكان في سلبي وهي مرتفعة، فإذا هذا الارتفاع صار زحول ولو ملي واحد راح أعتبره 3 نقاط وهو إيجابي على سكاربوسا، تمام؟ والارتفاع حكيت لك عنه المعيار الثاني، لما يكون ارتفاع راح أعتبره لازم يكون ارتفاع أكثر معتبرا حتى يأخذ نقطتين. هذا الأقل اللي قلت لك عليه، أقل شيء. الملاحظة اللي هي لك، أنت لما تكون عارفان إنه في شيء لازم تطلع عليه راح تعرف. يعني أقصد أنت قبل ما تشوف هذا الفيديو، قبل ما تعرف إنه في شيء اسمه سكاربوزا، إل بي بي خلص إل بي بي. بس لما تعرف إنه بالإل بي بي في شيء لازم أحصله، لازم أطهره، راح تعرف وين تطلع. دوما لازم تعرف وين تطلع، حتى بالأشعة. بدي أعرف وين أطلع لحتى أحصل. ما تترك الأمور على الفوضى والاعتباط. إنه والله عيوني راح تطلع هي عيوني هي بتحصل، عيونك ما راح تحصل. عيونك لما تترك لحالها تحصل 40%، بس في شيء كثير شغلات لما حاطط بالك بدك تدور عليها راح تحصلها. فهون انا عم نبهك على وين لازم تطلع، على وين لازم تطلع لحتى تعرف انه في شيء نقص ترويه او لا. هون في نقاط يجوز انت ما تحفظ نقاط، بس علمتك انه هاي هامه جدا ولحالها تكفي. هاي هامه جدا، ممكن 3 نقاط وفوق لحالها تكفي. على سكاربوزا 3 نقاط وفوق فهو موجه نقص الترويه ونوعي جدا، حساسيته ما دائم. يعني هون السؤال الآخر، مريض إجاني لأول مرة ما عنده سوابق وضغطه طبيعي كان، إجاني بألم صدري وإل بي بي، هذا احتشاء بارتفاع قطعة أس تي. مريض آخر إجاني بإل بي بي سابق وجاني مع ألم صدري، طلعت على سكاربوزا لقيت إيجابي على سكاربوزا، روح أنت احتشاء مع ارتفاع قطعة أس تي روح. إجاني مريض آخر عنده إل بي بي سابق مع ألم صدري وعلى سكاربوزا ما لم يحقق شيء، هل هذا نقص تروية؟ وارد جدا. سكاربوزا حساسيته ضعيفة، مو ضروري تكون موجودة، ممكن الزلمة عنده نقص تروية بس ما عنده أي شيء من تغيرات وما يتراقب. لكن النصيحة اللي قلت لك عليه بالأول، أي مرض ألم صدري حطه عندك راقبه، لا تصرفه وتتشجع بسهولة، حطه عندك مراقبة، أوكي؟ وإذا حد اللي بين ما تحكي مع طبيب قلبية وتستشير وتراقب التغيرات وتشوف الاستجابة، اتفقنا؟ في علامات أخرى ممكن نحكي عنها بفيديوهات أخرى. إن شاء الله كان الفيديو مفيد. شكرا، إن شاء الله فيديو جديد. سلام.